أسأل الله وقتكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة قنيطرة، بالضبط أمام محطة القطار كيفما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل. مرحبا بكل من التحق بنا من السريدة، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. كذلك أمير، مرحبا بك معنا. نجوى، مرحبا بك معنا. عفوا مصطفى، أعتذر مصطفى، مرحبا بك معنا. تحية متبادلة ياسمين، ياسين عفوا، مساء الخير ومرحبا بكم، وقع الحمد لله بكل الخير، اللهم لك الحمد. سي طارق، مرحبا بك معنا كذلك. نور جوردن، مساء النور. مرحبا أمين من جالية مغربية مقيمة بسويسرا، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. كذلك مصطفى كيقول ندوزو إن شاء الله بحول الله، إن شاء الله خويا لما لا. سي رشيد، مرحبا بك، تحية الناس ستارز، كذلك الناس ديال اخي كريم، شكرا لك سي محمد، بارك الله فيك، تحيه متبادله اخي كريم. كذلك عائشه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، امطار خير باذن الله. فين كاينه سي رضا؟ فين كاينه عندكم الامطار ان شاء الله يا ربي؟ مرحبا بحسناء من كازا، مرحبا والف مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. مرحبا بكل اللي التحق بنا الان في هذا البث المباشر من مدينة قنيطرة كيفما كتشاهدوا، عاصمة الغرب كيفما كتشاهدوا، أجواء باردة. الله يرحمنا، نمشي الأمطار شوية تكون، لأن احنا في الغرب محتاجين هاد الأمطار صراحة، خصوصا الفلاح محتاج هاد الأمطار. مرحبا بسي ياسين من باب برد، مرحبا بك واخ، مرحبا وتحية متبادلة لك، ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. كذلك شكرا اخي، وانت كذلك سنتر، صح بك جنة. ابراهيم ادريسي، مرحبا بك، تحية لك اخي، شكرا ابراهيم ادريسي، بارك الله فيك. سي مصطفى او مؤمن، اعتذر اذا كان مؤمن، اعتذر الاسم فنغلط فيه، اعتذر. سي مؤمن مرحبا بك. كاين الخيرات ان شاء الله، ان شاء الله لما ان شاء الله بحول الله. فاطمه الزهراء، مرحبا بك. فاطمه، مرحبا بك معنا. كذلك يوسف من فاس، مرحبا نزيل، ايضا نزيل فاس، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، هذه الجوله الليليه في مدينه قنيطرة. الآن أمام محطة القطار ديال قنيطرة كما كنشاهدو من المتابعين الأفاضل. أسامة، مرحبا بك معنا كذلك، مرحبا بكل المتابعين اللي التحقوا بنا الآن. نزار، شكرا لك، مرحبا بك معنا. حي إسماعيلية، مرحبا بالنادي الحي إسماعيلية مدينة قنيطرة. سي عادل، رجولة من الطفولة، مرحبا بك سي رجولة منذ الطفولة. كذلك مرحبا بالناس الإقليم الجديدة. جواد، مرحبا بك كذلك، شكرا على اللايك، شكرا لكل المتابعين اللي كيعملوا لايك، شكرا لكم جزيل الشكر. تحية سيمو، تحية. سيدي عبده، مرحبا بكم معنا كذلك. الناس ديال سيدي عبده، مرحبا، مرحبا. ديال الاجواء بغينا نشاركو معنا حتى الاجواء
والمتابعين اللي كيتواجدوا معنا الان ما كنهناكمش انكم تقولوا حتى الاجواء اللي كيديرها عندكم بالمدن ديالكم اللي الان، واش عندكم شي امطار، عندكم شي برد، شاركوا معنا هذه الاجواء الا سمحتوا. مرحبا بسي سليمان، مرحبا الناس ديال مراكش كذلك. الحمد لله هنايا الحمد لله جميع المتابعين من طنجة للبويرة الحمد لله كيتواجدوا معنا الان في هذا البث المباشر. اكيد زيد، اكيد شكرا لك. او زوزو، عفوا زوزو، زوزو ديليسيا زوزو. سي سلمى كتقول لنا جو بارد، السلام خويا جو بارد في كازا. شكرا لك سلمى، بارك الله فيك. اذا سلمى تحيه من سلا، شكرا للناس ديال سلا. سي هشام مرحبا بك معنا، ابي مرحبا بك معنا، هذه رقم البطاقه الوطنيه ابي. تحية الناس للعيون، مرحبا بكم، مرحبا بهذا البث المباشر. وكنعتذر إذا ما لقيتش بعض التعليقات، كنعتذر مرات يقدر يكون فاتني شي تعليق، فاعتذر. نتمنى أنهم يعاودوا يكتبوا لي، ما لا نتمنى أنهم يعاودوا يكتبوه. كيف ما كتابعوا معنا متابعين افاضل شوف قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. تحيه لله. مرحبا بالسعد الساق، مرحبا بكل اللي تحكوا بنا الان، كنقول مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. ها هو احنا الان امام محطه القطار بمدينه بونيتيرا، كما كتشاهدوا هذا هو لاكار ديال بونيتيرا. رشيديه سي سعيد كيقول رشيديه الجو عادي بالرشيديه. شكون اللي عمرو زار محطة القطار ديال قنيطرة؟ لا لا، في قنيطرة ما كاينش الامطار هذه اللحظه. سي ابراهيم راه في قنيطرة ما كاينش امطار، بالعكس الجو بارد فقط، ما كاينش امطار. انا في قنيطرة كنتواجه امام محطه القطار قنيطرة. شكرا السي حميد، بارك الله فيك، وتحيه متبادله للسي حميد. كذلك سي يوسف، ياسين، محمد، تبارك الله قائمه طويله، تبارك الله. سي رضوان كذلك، سلمى، احمد، اللهم صل على سيدنا الحبيب. شكرا خليل، شكرا جزيلا الشكر.
شكرا سي زوزو ديليسيا عبد الرزاق، كذلك جيدة البرد كيقول لنا سي عبد الرزاق راه جيدة فيها البرد، كذلك سي شتا في تايلاند عفوا سي سعد كيقول لنا راه الشتا كاينة في تاونات فات فيها أمطار الحمد لله اللهم لك الحمد الله عطانا على قدنا يا ربي. سي يوسف كيقول لنا راه في فات كاينة فيها أمطار الحمد لله. هاد الرومبوان مصايبين فيه البراق نشاركوها معكم حتى اللي ما عمرو شاف هاد الشكل اللي مصايب بهاد الطريقة. كيفما كتشاهدو معنا المتابعين الأفاضل شكرا لك سي زروالي زماوي زماوي هاي ما عرفتش اعتذر لما قلتش اسم ديالك خطا اذا قلته خطا اعتذر. كيف ما كتشاهدوا هذا فهاد لون بوان لان هاد الشكل ديال البراق وكيبقى في بالليل كيبقى يعطي هذا المنظر هذا. شكرا سي يوسف تبارك الله عليك انت كذلك شكرا لك وشكرا لجميع المتابعين الافاضل اللي كيتواجدوا معنا الان. سعد الرزاق مرحبا بك معنا وجميع المتابعين الافاضل اللي التحقوا بنا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. حنا الان بمدينه قنيطره امام محطه القطار كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين وهذا رون بوان هذا رون بوان امام محطه القطار كيف ما كتشاهدوا على شكل بوراق كيدير هذا المنظر الجميل بغينا نشاركوه معكم طنجة فيها الامطار الخير والبركه الحمد لله. السي رشيد كيف ما تبعتوا معنا المتابعين الافاضل السي رشيد كيقول لنا راه طنجه فيها الامطار الخير والبركه الحمد لله اللهم لك الحمد الله عطانا بالنفع هذه في قنيطره. السي عبد الله شكرا مرة أخرى للسي يوسف تبارك الله كذلك نتايا وتبارك الله كل المتابعين ومتابعات قناة شوف تي في من طنجة للقويرة وأيضا كنت غنقول حتى الناس الجالية المغربية ديالنا اللي مقيمة بالخارج الحمد لله تبارك الله. واليوم معنا سي مصطفى من إيطاليا مرحبا بك سي مصطفى وتحية لك مبادرة سي مصطفى شكرا لك. وأيضا الأخ اللي معنا من الجالية الفرنسية مرحبا بك معنا أيضا في هذا المباشر ومرحبا بجميع الجالية المغربية وإن شاء الله يا رب يجيبكم على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن ما بقى إلا نقول لكم ليلة سعيدة وأحلام سعيدة وشكرا لكم على المتابعة وما تنساوش أنكم تبارطاجيو وإن شاء الله غدا إن شاء الله تصبحوا على خير وبخير وإن شاء الله تسمعوا أخبار الخير إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ومرة أخرى شكرا لكم وليلة سعيدة وغادي نختم بسيمو من فاس من أسفي عفوا ونقول لنازل أسفي ونازل فاس اللي فيها الأمطار الخير تبارك الله عليكم وشكرا لكم كذلك وشكرا لجميع المتابعين من طنجة القويرة والجالية المغربية. إذا مرة أخرى كنقول لكم تصبحوا على خير.